بعض تصريحات ولمسات من الغرور، يعني قالها بالحرف الواحد بأن المنتخب الأردني سيلاقي روبرتس على اعتبار بأنه هو الأهم في المنتخب النيبالي، وتناسى بأنه النجاح والتفوق يأتي من أقدام اللاعبين، ويأتي بمثل هذا الإصرار، ويأتي بمثل هذا الهدف. حسن عبد الفتاح يحسن من النتيجة الأردنية، سبعة لمنتخبنا في هذه المباراة. حسن عبد الفتاح والمجهود لعبد الله ذيب بالضغط على الدفاع والاستخلاص الكرة وتمرير إلى حسن عبد الفتاح. حسن عبد الفتاح يجعل النتيجة التقدم لمنتخبنا الوطني بكرة القدم 7-0. شوف الإعادة وعبد الله ذيب والمرور والضغط، وحسن عبد الفتاح بدون فلسفة بقدم اليسرى يسجل ويكمل عقد السباعية. إذن حتى الآن منتخبنا يصنع النتيجة المطلوبة، وحسن عبد الفتاح فرحان بالتأكيد بهذا الهدف، سجل بتصفيات كأس العالم الماضية.